صراحه كنا كنتسناو هذا المتجر هذا يتحل باش الجماهير الفاسيه عموما والحمد لله جاي في سونتر فيل باش كلهم يجيو يجيهم قريب باش يتقداو صراحه لباس زوين. سمينا صراحه الله كاينه مناسبه يعني من 100 درهم حتى 250 درهم حتى 400 درهم يعني كلشي غادي يتقدا هنايا. غير هو كاين واحد المشكل اللي لقاوه الدراري كاملين، واحد التيشيرت تلاح في الباج الرسميه ديال الانستغرام ديال الماس داير 110 درهم، هذاك البيض اللي فيه خطوط الزورق فاش دخلوا الدراري لقاوه ب 200 درهم، يعني ما عرفناش فين كاين المشكل. يعني نتمنوا يكون واحد الاصلاح لهذا الشيء هذا، يعني خلي له الثمن ب 110 درهم كيف كل شيء شافوا، وبزاف الناس اللي عجبهم حيت هو ابيض والحمد لله كاين اقبال. هو النهار الاول كاين اقبال، الناس كيتسناو وكل شيء ملتزم، هذا الشيء اللي نبغيو وديما ماسو. شكرا اخويا. عجبنا المحل وعجبنا التونيات كلهم. ايه هو على حسب الثمن، كانوا لنا في التليفونات بان واحد التريكو كي قال لك الخيطاها الثمن ديالو كان 110 درهم، هو ودابا جينا عنده بغينا نديوه لقينا 200 درهم.